بخير. جينا اليوم باش نهضروا على ان سوجي مهم ومهم بزاف، غتكونوا قريتوه في لو تيتغ الا كليكيتوا على لا فيديو بيان سور. ولكن قبل ما نبداو لو سوجي، جو تيان فو رومارسي كاملين على كاع لامور اللي عطيني هاد ديرنييرمون، و فريمون جو سوي اش غنقول لكم، فرحانه بزاف هاد لا ريلاسيون اللي عندنا انصومبل، وشكرا لكم حيتاش بزاف منكم يلا التحقوا بلاشين. كنقول لكم كاملين مرحبا، وصلت لاشين دابا وانا كنفيلم هاد لا فيديو، وصلت لاشين 12000 ابوني، وهادشي كامل بفضلكم نتوما اللي كديروا دي لايك واللي كتعطوني دي زيد ديال لي فيديو. دوكو كامل ندوزو لو بوت ديال لا فيديو. لا فيديو غادي تهضر على لا كونفيونس او سوا. اش نقول لكم، هذه حاجه مهمه ومهم بزاف تكون عندنا الا بغينا نافونسيو شي شويه في الحياه، ولا بغينا نزيدو القدام في كاع المجالات، كو سوا في القرايه، في الخدمه، ميم في الحياه الشخصيه، خاصنا نكونو كونفيون. ميم في لي ريلاسيون دو كوبل، الا ما كانش عندك ام تي بو دو كونفيونس اون سوا و ام تي بو دو بيرسوناليتي، في اي مجال تي بو تو فير اكراز. اول حاجه خاصنا نفهموها، خاصنا نفهموها مزيان هي اننا اوني با لو سونتر دو موند، العالم ما كيدورش علينا. يعني هضر قول اشنو بغيتي. بزاف ديال الناس كيخافوا يهضروا اون بوبليك، كو سوا في ليكول ولا في الخدمه ولا جو سي با كوا، حيتاش كيخافوا شنو غيفكروا عليهم الاخرين، اشنو هذا غادي يقول عليا الا هضرت بالجهد، شنو هذا غادي يقول عليا الا قلت شي حاجه غلط، واش غيضحكوا عليا الناس، واش هذا. بوغ غوميدي اصلا الناس خاصنا نفهموا باننا ماشي لو سونتر دو موند، العالم ما كيدورش علينا. غلطتي ولا ما غلطتيش، هضرتي مزيان ولا ما هضرتيش مزيان، شكون اللي غيديها فيك؟ وحتى الا داها فيك شحال ديال الوقت غيديها فيك؟ واحد 30 ثانيه من بعد غيديها في حياته هوايا، ويشوف في شنو دارو هوايا. راه ما يمكنش تبقى تكابتيفي لاطونسيون ديال الناس اكثر من كلكو سكوند فوا كلكو مينوت، كاع ما يبقاوش يفكروا فيك. شوف انت براسك واش كتبقى تاناليزي كيفاش هضر فلان كيفاش هضرت فلانه، شنو قال فلان، شنو قالت فلانه، شنو دارت فلانه. الا كنتي من هاد النوع يعني راه عندك شي مرض، شي شكل خاصك تمشي تعالجو، مي سينو راه فريمون ما يمكنش تبقى تفكر في الناس الاخرين. دونك الا عندك شي، الا عندنا شي حاجه نقولوها ما نبقاوش نفكروا شنو غيفكروا فينا الناس ونقولوها. بغينا نديرو شي حاجه في حياتنا نديروها، راه حتى شي واحد ما غيديها فينا بلوس كو كلكو سكوند كاع الى طار. تفكروا فاش كنا صغارين شحال الاشاعات كانوا كيخرجوا على فلان وفرتلان وفرتلانه، وخصوصا في الكوليج كانت هذه الهوايه المفضله ديال كلشي. انا بعدا بقى عقلها شحال من حاجه، شحال الوقت كنبقى عاقلين عليها، الوغ كو داك الوقيته راه كنا فريمون مسالين روسنا، ما كاين ما يدار، وداك هي هذاك هو الوظيف. ومع ذلك ما كناش كنبقاو مفوكاليزين بزاف على داكشي، دغيا كدوز وكتجي حاجه اخرى كوستيون دوك كنفكروا فيها، وبحال هكاك بحال هكاك بحال هكاك. دوكو لي جون فو نيت با لو سونتر دو موند، باسي ا اوتر شوز. بغيتو ديروا شي حاجه غير ديروها، راه ما داها فيكم حتى شي واحد. انا عارفه بان العائله ديالي منين جايه انا والوسط فاش تربيت وكيفاش رباوني والديا ساجو بوكو في لا بيرسوناليتي ديالي اليوم. يعني اصلا الناس اللي كتلقاوهم كونفيون من الاول من صغرهم، مثلا كينوض كيهضر في السبوره ما عندوش مشكل، كيشرح كيمشي يدير تياتر كيمشي ما عرفت شنو، كتلقى غالبا عائلته مربينو هكذايا. ف فريمون جو سي كو ليديكاسيون سا جو بوكو دوكو خصنا نربي ولادنا انهم يكونوا كونفيون، يكونوا تايقين في راسهم. هادي في حقيقة سا مارش بوغ بزاف د الحاجات، ماشي غير بوغ لا كونفيونس اون سوا. خاصنا نزقاو وما نبقاوش نكومباريو روسنا مع الناس الاخرين، ما تبقى تقارن راسك بتا شي واحد اصلا، حيتاش حنايا اونيك، كل واحد فينا اونيك ما كيشبهش الاخر. ثانيا كتفيق في الصباح كتشد التليفون ديالك، اول حاجه كديرها انستغرام، كتبدا تشوف داك البنات اللي في انستغرام ولا في داك الدراري اللي في انستغرام، كتصور البنات ولا الدراري، ولينا كاملين كنديروا هذا الشيء، لي فيت جيرل لي فيت جاي ما شنو، كتبقى تسكرولي وتبدا تكومباري راسك، واش انا جو سوي اسي ميسكلي بحال هاد خينا هذا، واش انا جو سوي فين بحال هاد خيتي هادي. ما مزياناش هاد القضيه كاع مره. انستغرام سي ان ريزو سوسيال لي زوين وزوين بزاف باش تفيق وانت فرحان، كاع الا كنتي غتشوفو مع الصباح بوغ تو موتيفي، باش تكون فرحان، باش تكون فيك الحيويه، فيك النشاط، باغي دير بزاف الحاجات في نهارك، ماشي باش تكومباري راسك مع الناس، ماشي باش تكومباري حياتك مع الناس. خاصك تعرف وخاصك تعرفي ان كاع هادوك الناس فلانه فرتلانه اللي كيبانوا لكم بارفي
حتى هما عندهم دي بوين فيبل ديالهم. ما يمكنش راه ما يمكنش نكون مثلا انا ضحكه فرحانه كل نهار كنتصور كنلوح تصويره في انستغرام فبونسي كو هذيك هي حياتي فريمون فبونسي كو حياتي كلها فيها غير شي حاجه زوينه فبونسي كو هذيك فلانه الا ما كانش عاجبها ما نعرف ما عاجبهاش كرشه باغ اكزامبل في التصويره غادي تبين لك راه كرشه ما عاجبهاش في التصويره غادي تفش كرشه وغتغوتوشي التصويره من بعد وتزيد الراسه شويه في الطول وما نعرف شنو تزيد وتنقص الكونتراست من هنايا وتزيد الكونتراست هنايا وتزيد شويه د لا لوميير باش ما يبقاوش يبانوا بزاف لي بوطون وتخرج لكم ديك التصويره اللي بارفيت اللي انت غتقادير فيها. شوفي هي لابو ديالها كيف دايره وانا لابو ديالي كيف دايره شويه شحال طويله وشحال رقيقه وانا شحال طبوس ديال كل واحد عنده سي فيبلس كل واحد عنده لي كومبلكس ديالو كل واحد معقدها شي حاجه بالعربيه ما كاينش شي واحد اللي لقاها فريمون 100% كيف بغا ما كاينش في الدنيا هادشي. دونك نتفوكاليزاو على روسنا ما بقاش نكومباريو روسنا مع الناس الاخرين ونحاولوا الحاجه اللي ما عجبناش في روسنا. عندنا جوج اختيارات راه ما كاينش اختيار ثالث يا اما نتعايشوا معاها صافي جونغ ما عجبكش لي فيرجيتور اللي ولاو فيك من مورا الولاده ما عندك ما دير زعما تقب السما تقب الارض راه ما كاين ما يدار لي فيرجيتور بيادو راه بيادو بقاو تما السيكاتريس ديال الولاده هي هذيك تقول واش درتي التاتواج ما كاين ما يدار ديال الله كتعايش معاهم حيت ما عندك ما دير لهم. الحاجه اللي ما عجبكش تقدر تبدلها نبدلوها هل هادو لي دو شوا اللي عندنا ما عجبك في الحاجه بدلها ما تقدرش تبدلها تعلم كيفاش تعايش معاها والله الا صيغه ميو زعما ما كاينش شي حاجه انا نهار اللي ولاو فيها مثلا اللي باغي تشوف مره اللي تبيني سي اوريبل ما يمكنش نعيش بهذا الشيء وانا لا وانا وفينا دابا ما كنفكرش فيهم كومبليتمون كنحاولوا نبينوا في راسنا الحاجه اللي مزيانه والحاجه اللي خايبه وما عندناش ليها علاين راه ربي بغاها هكذاك وكنتعايشوا معاها ونتقبلوها ونتقبلوا الحياه كيف ما هيايا ونتقبلوا ان ناس اخرين عندهم كفس من هذا الشيء وتعايشين معاه. دونك سي با لا فان دو موند. رابع حاجه وهذه مهمه 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 بزاف كل واحد فينا عنده دي برينسيپ في الحياه عنده دي الا ما كانش عندنا دي برينسيپ راه اي فو كون سو بوز هاد لا كيسيون زعما ما يمكنش تكون عايش غير عايش. كل واحد فينا عنده دي برينسيپ في الحياه. الانسان كيحس براسو مرتاح جينيرالمون فاش كيكون اون اديكواسيون مع هاد لي برينسيپ يعني غادي في الاتجاه ديال لي برينسيپ ديالو. مثلا انا في لي برينسيپ ديالي خاصني نرضي الله سبحانه وتعالى مثلا ياك الا كنتي تتصلي كتحس براسك مرتاح علاش حيت في البرينسيپ ديالك في الحياه ترضي الله فاش كتكون كتصلي كتحس براسك كترضي الله دونك كتعيش مرتاح حيت عارف راسك راك كترضي الله. دابا نفترضوا اننا في البرينسيپ ديالنا في الحياه كنرضي ما هي هو نرضي الله وحنايا ما تنصليوش ياك تنبقاو دائما عايشين واخا ما شنو يطرا في حياتك تكون عندك اون مونطاسيون في الطالير يطلع في البوست تزاد عندك وليد وبنيته ولا ما نعرف شنو شريتي الدار درتي الطوموبيل ما نعرف شنو الا كان لي برينسيپ ديالك في الحياه هي ترضي الله وكنتي موقف هذا البرينسيپ موقف هذه المرحله ديال انك خصك تفوكاليز على الصلاه وتصلي كتبقى دائما شي حاجه كي نو فابا في دماغك دائما كتحس براسك راه سافا با علاش حيت ما كدير داكشي اللي كيرضي لي برينسيپ ديالك. دونك الحاجه اللي خصنا نفهموها نعيشوا اون اديكواسيون مع لي برينسيپ ديالنا وغنحسوا براسنا مزيان مزيان بزاف بزاف وصافي صافي راه في هذيك الحاله اون سون فو دو شنو الناس كيقولوا صافي اون فوا كتولي عايش مزيان مع لي برينسيپ ديالك عايش اون اديكواسيون مع لي برينسيپ ديالك يقول فيك فلان شنو بغا تقول فيك فلانه شنو بغات تعجب فلان ما تعجبش فلانه شغلهم هذاك ليسونسييل هي انك نتايا عايش مرتاح دماغك هاني بخير مع الله. هادشي كامل اللي قلناه سا سابرو ما تخيلوش ان هاد ما نعرف لي بريزيدون ولا لي مينيستر ولا جو سي با كوا غير جاو كانوا كيهضروا فحال هكذا اون بوبليك غير جاو ولات عندهم ولات كلمتهم مسموعه بحال هكا ولا عندهم دو كاريزم وما نعرف شنو. هادشي كامل كنتعلموا ليه ماشي شي حاجه تقدر تكون هي كاين الناس اللي من صغرهم تيكونوا هكذا دايرين من عند الله ولكن راه الاغلب ديال الحوايج مزيانين فينا راه حنا كنتعلموهم ماشي كنزادو بهم. دونك الا كنا باغي نكونوا نحسوا براسنا ثقين في روسنا نحاولوا نتعلموا الثقه في النفس. كيفاش نتعلموا الثقه في النفس؟ مثلا
نتقيدوا في دي كور دو تياتر. عرفتي لو تياتر صافي دو بيان، كتعلم تهضر اون بوبليك وتتعلم تكون تحس براسك مزيان دون تي باسكيت، زعما ما عندكش مشكل مع طون كور باغ اكزومبل، ما عندكش مشكل في الهضره قدام الناس، ما عندكش مشكل بزاف د الحاجات. دونك واخا نكونوا كبارين، واخا نكونوا كبارين نقدروا نتقيدوا في دي كور دو تياتر مثلا في المركز الثقافي ديال المدينه ديالنا وما نعرف شنو، وتتقيدوا في دي كور دو سوار ديال تياتر ساعتين حتى لربعه السوايع في السيمانه. صافي ان بيان فو والله العظيم، صافي ان بيان فو. لو تياتر كاين الكتب ديال التنميه الذاتيه تخليك تحس براسك مزيان، وكيعطيوك ديك برينسيپ مزيانين في الحياه اصلا اون جينيرال، وفي لا كونفيونس ان سوا سورتو كتعلم تنمي راسك براسك. فريمون الكتب ديال التنميه الذاتيه، ما نعرف الا كنتو مثلا اغابوفون تقدروا تقراو ابراهيم الفقي مثلا، ابراهيم الفقي الله يرحمه فريمون عندي ليف غزاني 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 باقا عقل على راسي، قريت السلسله ديال ابراهيم الفقي كامله ديال الكتب ديالو فاش كنت في الثامنه ولا ما نعرف التاسعه في الكوليج، علاش؟ حيت كانت خالتي كنت جالسة مع دار جداتي، وكانت خالتي كتشري الكتب بزاف بزاف بزاف. طيب خالتي فريمون هاد خالتي هادي دارت واحد الخير كبير، حيت فريمون قريت بزاف الكتب على زعما بفضلها هيايا، حيت كانت كتشري الكتب بزاف وانا كان عزيز عليا القرايه. دوك هذيك السلسله كامله بقى عاقله، مشينا واحد المره لافوار ديال لافوار ديال الكتاب، معرض الكتاب اللي كيكون في الدار البيضاء كل شهر فبراير من العام، مشينا واحد المره وشريت عرامد الكتب. انا شنو تندير، تندخل للدار تنقول لها انا هو الكتاب اللي غتبداي به هذا، وصافي انا غنقرا هذا ونطون نتصلي هذا وهكذاك هكذاك، حتى قريت الكتب كاملين ديال ابراهيم الفقي وفريمون تعلمت فيهم بزاف ديال الحوايج على التنميه الذاتيه. دوك الا كنتو مثلا بغاكاز بغيتو تقراو بالعربيه وبغيتو تبداو تقراو على التنميه الذاتيه، كنصحكم بزاف بالكتب ديال ابراهيم الفقي، وساهلين في القرايه وسي اميوزون اي تو، دوك غيجيكم ساهلين ساهلين بزاف. راني عارفكم كتسناو لا فيديو اللي غادي نهضر لكم فيها على الكتب اللي عجبوني في حياتي، ولكن راه الا صافي 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 غير تسناو عليا ان شاء الله من هنا للسيمانه الجايه ولا السيمانه الاخرى ان شاء الله تجي لا فيديو ديال لي ليفغ اللي عجبوني في حياتي. من غير هذا الشيء باش نتعلموا الثقه في النفس، اون سانسبير دي جون، اون سانسبير دي بون بيرسون، ولكن ماشي اون سانسبير دي بون بيرسون وليو فحالهم كوبي كولي. شوف واحد السيد كيفاش دار باش وصل بحال هكاك، تعلموا من نتعلموا من كل واحد الحاجه الزوينه فيه، مشيو على هذا ونشوفوا شنو كيدير. باغ اكزومبل انا هي ما كولي كنشوف هي اي لي تري بيان اورغانيزي، وانا هي ماشي بيان اورغانيزي، كنمشي عندها كنشوف شنو هما لي زاستيس ديالها باش تكون بيان اورغانيزي، ورقه وستيلو كنشوف لي زاستيس ديالها كنطبقهم حتى انايا. فلان كنشوفو كيهضر مزيان اون بوبليك كنمشي عندو، كيفاش كدير كيفاش كدير اه كيفاش كندير. او لي يوتيوبر، لي يوتيوبر، يوتيوب راه ما كنتعلموش فيه غير الماكياج الناس، يوتيوب راه ما كنتعلموش فيه غير الماكياج. انا عاودة نقولها بزاف د المرات، يوتيوب فيه العجب الكحل، فريمون العجب الكحل، سورتو لي فيديو اونغلوفون ما كاين غير هاو تو هاو تو هاو تو، عاد راه العجب الكحل تعلمو غير في يوتيوب. انا جو ايسي دو فو ليسي في لا بار دانفو كيلكو شين يوتيوب لي كيهضروا بحال هكذا على التنميه الذاتيه، ولا تقدروا تعلموا منهم شي حاجه تخليهم لكم. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، نتمنى نكون اصلا كفء انا اللي نهضر على لا كونفيونس اون سوا، ما عرفتش ملي كنحس براسي كون ثقه براسي واحد شويه. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، وكنشكركم عاوتاني بزاف 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 على لا كونفيونس اللي نتوما عاطيني، على الثقه ديالكم فيا، على لي كومونتير الغزالين اللي كتخليو ليا، على لي ميساج ديالكم في سناب شات كيف وصلني ميساج قد هكا. ما تخيلوش عشي نهار الجمعه، نهار الجمعه جيت في الترام، والجمعه الترامواي تيكون عام دايور، جي ديسيدي عمرني ما باقي نركب الترامواي ديال نهار الجمعه، الترامواي ديال نهار الجمعه كيكون عامر 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 بزاف بزاف ما تخيلوش. المهم جايه واقفه في الترام وحدي، الناس بزاف بزاف بزاف، جاب لها تسكي على داك لو تخيك لو دوسي اللي كتكون بحال هكا، جايه غاديه ووصلني واحد الميساج طويل وكازا كنجاوب عليه، وكنجاوب واحد لابوني في انستغرام، كنجاوب واحد البنت اخرى في سناب شات. المهم غاديه وكنضحك كنحكي بوحدي كيكركر شويه، واحد الوقيته وقفت لي لا ميوزيك، وقفت لي حيت كنت دايره الكاسب وكنسمع لا ميوزيك، ومن بعد واحد الوقيته وقفت لا ميوزيك، بقى انا دايره بلاي ليست ديكو ما بين اغنيه واغنيه، كان شويه دسكات وانا نسمع راسي كنضحك جاني الناس حدايا وداكشي، وانا كنضحك وانا كنسحب راسي، راني اصلا ما كانش كنسحب راسي راني ضاحكه اصلا، كيسحب ليا ابتسمت في افكاري عرفتي جاب ليا راسي الضحكه، كنقول ويلي لي كره الناس كيموتوا عليا بالضحك وحق الله العظيم. مي بون والله صافي دي بيان، وصلوني لي ميساج ديالكم ولي كومونتير ديالكم، كنفرح بزاف فاش كتبارطاجيو لي فيديو ديالي. المهم شكرا بزاف، كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم.
تبعوني في لي ريزو سوسيو كنخلي لكم ديما لي ريزو سوسيو ديالي في لابار دانفو سورتو سورتو في انستغرام حيت تما فين كنبغي نكون بلوز اكتيف اي تو انستغرام كدي مريم بحال لاشين صافي تبعوني يا ضروري 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 ما تنساوش خليكم ديما 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 فرحانين